الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ صدق الله العلي.